السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. تحية جديدة متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. متابعينا أينما كنتم في بقاع العالم، متابعينا من الوطن العربي كذلك، وكذلك الشكر موصول لكم جميعا، الأوفياء الوافدون الجدد اللي كيلتحقوا بالقناة، الناس اللي كدعمنا، شكرا لكم. ونتمنى دائما نكونوا عند حسن ظنكم إن شاء الله يا رب العالمين. وما تنساوش في هذا الفيديو أنكم تدعمونا كذلك وتفرجوا في الفيديو من الأول حتى الأخير. غادي نهضروا على بعض المستجدات جديدة وغتعرفوا شنو واقع في الكواليس، ودائما الحقيقة في الدقيقة كالعادة الخوت. كلكم كتعرفوا أنه كانت محاولات من أجل تنازلات ما بين الأم ولبنى، ولكن هذه الأم كانت عندها فكرة أخرى جاية بها. وصراحة هذه الحقيقة باش نكونوا واقعيين، السيدة كانت جاية بواحد الفكرة أن لبنى السريعة في موقف ضعف، وبكري شاف موقف ضعف. فهاد الفكرة شكون اللي خلى هاد الأم تقتنع بيها وتدخلها لراسها؟ هي قنوات ولاد شحبر ومتتبعين ديال ولاد شحبر اللي واهمون، أقول لكم واهمون بهاد الأفكار هادو، وبالحب الانتقام من واحد السيدة اللي سميتها لبنى. دير أخطاء تتعية ما توصلش الأخطاء ديال الأم اللي فركتات الشمل ديالها، اللي الآن تعترف، ماشي حنا اللي تنقولوا هاد الشي، تعترف. ولكن باش توصل بكم درجة أنكم داك الشي اللي فيكم تردوه لينا حنا، كل اللي كيقول قنوات الصرف الصحي، أنا أقول لك لا تعمم، لأن أنا ملي كنخرج كنسمي وكننده. انا تنقول لكم احنا لا اعمم، انا ما كنهضر على قنوات شحيبر، لا اعمم، انا عارف القنوات اللي كانوا كيتحكموا في هذه السيده هذه، واللي خرجتوا عليها نهار وصلت معكم لساعه الحقيقه، وكذلك الامر الواقع، وليتوا كتقولوا الا بغات تكمل بقات ليها 90% حقه، بقات لها 10% دازت 90% نهار 6 تصبري نهار 6 حقا السورسي غادي يكون في الحكم مع لبنى، الشكاية ديالها مع المحامي، وغادي نستعملوه شويه. تقولوا للناس قبل كنتو كتقولوا للناس هابطه بدوك المعطيات اللي كاينين، بلا سورسي بلا والو. دابا ثاني كاين اللي كيخرج انا باش نعرفكم زيرو، كاين اللي كيخرج كيقول لك خصوصا هاد القنوات نتوما عارفينهم على رؤوس الاصابع، مابقيناش نهضروا، غادي نبعدوا على هذا الموضوع، ندير موضوع جديد وصافي. وللاسف الشديد حنا ما طحناش مع مراح الراط، حنا مع الشماته للاسف الشديد، وحنا ما يمكنش نستحمروا المتابيع. السيده غرقتوها بغيتوا ولا غرقت ولا كرهتوا، وكتقولوا علينا حنا العصابه، ماشي مشكل. قول شوف، قول عني ما تقول، انا صعب ليا الوصول. الحمد لله انتم هما العصابه والمجرمين، نتوما اللي كنتو كتشجعوها دير شكايات، عفوا نتوما اللي كنتو كتشجعوها من ملف لملف، وهي اللي اعترفات عليكم، قلت لكم كنت ملف وليت فوليداته. زوينه هذه وليداته. وهذا الشيء كيوقع دائما في الملفات ديالكم، كيوقع. راه ما ننساش انه حتى في الملف ديال سعاد بريكي الله يرحمها، نتوما في الاول كتقولوا بغات الوالدين بغاو يعرفوا الحق ديال بنتهم باش ماتت، شويه وليتوا ديروا شكايه بفلان، ديروا بالقناه فلانيه، ديروا بصاحب جمال فلان، ديروا فلان، وكتبقى تغرقوا في الناس، فهمتي؟ وهذا الشيء هو اللي درتو لهاد الام هذه، فهمتوا؟ فطبعا السيده ولات كتخرج كتعترف بكل شيء، كتقول لك انه بغيت بنتي وبغيت ولادي، فقدت وحده بسببكم العصابه. دابا المشكل كانوا تيقولوا ان فاطمه الزهراء ضحيه، وانه الجده تسميوها شنيتيكال هي ام يوسف الفاسيه، ومرات الاب اللي هي تسميوها السريعه لبنى ينو، وكذلك يسرى تسميوها العاقله هي يسرى ستيل، انهم تيعمروا فاتي وهما اللي كذلك بالخبط والسموم ديالهم، وانه قلبتوها نهار فاش انه خرجت لها الحضانه بامر من القضاء،
قلت لها ويعني انك نهار غادي تجي، وكنتوا ناويين انكم تضربوا عصفورين بحجر واحد. لوبنا تهبط لحقاش غيقولوا لي اش كدير البنت عندك وكذا، ولكن ربي كيدير التاويل. علاش نقول لكم الانسان اللي غادي يامن بالله عز وجل، اش من حق فلان قانون، فلان قال القانون غادي ينزل، فلان غادي يهبط، فلان ما علينا، هذا موضوع اخر. فالسيده بغات بنتها وقالت انه غادي نغسلوا ليها الدماغ، تسحبوها روبو الدماغ، وهو هم الناس انه تيعمروها جداتها ومرات الاب وكذا وبزاف ديال الامور. فالسيده تبعتهم في الخطه ديالهم وندمات، فاش خوات طريق ومشات للاصلاحيه ندمات. كاين اللي غايقول لك ما ندماتش، لا ندمات، انا تنقولها لكم حيت عرفات راسها انها غادي تخسر البنت الثانيه وما عندها حتى عذر. الاولى دارتها قنطره من اجل الانتقام من الاب، والسيده ولات كتقولها، قالت انا كنت غندير تنازلات وغادي نرجع لبكريشه، ولكن اختي سميره هي اللي خرجت عليا. بين قوسين الخوت، سميره اللي ولات كتضربكم يا ولاد شحيبر غاب العناوين. بزاف الناس كيقول لها راه واحد صاحبتها جزائريه، انا اللي عارف سميره، انا اللي عارفها تضربكم يا ولاد شحيبر غير بالعناوين. قال لكم، قالت لكم راه ظلمتوها في العنوان، كتب لكم ظلمتوها مسكينه على اختها. والخاوه خاوه، الخاوه ماشي خاوه خاوه، الخاوه خاوه، يعني هذيك راه كتبقى اختي دابزون تقول لي بغات تبقى رافي، على انها هي في الواقع راه وفي الوراق راه بغيتي ولا كرهتي اودي الام. ما علينا، فدابا بزاف ديال الامور كيروجوا ليها الخوت، خصوصا كتخرج الام كتبقى تبكي وكتقول ما تلومونيش انا التنازل نهايه مسلسل، فعلا انت درتي مسلسل. شجعوك عديمي الضمير اللي كيسميو راسهم امهات، شجعوك قنوات اللي هما حاضنين على وليداتهم وكيربحوا على ظهرك الادسنس، فعلا تضربتي في جيبك، وهذه هي الضربه اللي مهرساك حاليا. لانه ملي كتجي تقولي للناس انا بغيت بنتي، انا بغيت نجمع بنتي وليداتي وكذا لانه ما عنديش فلوس، الانسان منين كيكون فعلا همه وليداته وكيبغي وليداته فما كيفكرش الفلوس، وخا تكون عنده الفلوس تيفكر ديك الوقيته، ماشي تبقاش الفلوس تبقى غنضيع وليداتي، ولكن انت الهم ديالك هو الفلوس. تضربتي في جيبك، عمرتي كريديات، عقتي بالقالب، وصلك الصهد ديال انك خسرتي، خصوصا منين كتبقى تبكي. علاش كتبكي؟ بزاف المتابعين ما كيفهموش، كتبكي على الاطلال ديال عمي عمر، لانه ملي كتفكري كتشوفي انك خسرتي ملايين. صحيحه لو كنتي كتقولي لو كنت عارفه ان غيوقع هذا الشيء ما نكمل من الاول نحبس، حيت كان كيصحاب لك انه الراي العام، وبغيت نرد قضيتي راي عام، وان قناتك تبقى ما تبقاش تنزل من طوندونس، وغتبقى تربحي الفلوس وكذا، وغادي بكريشه غيمشي للحبس. انا حاليا ما عرفتك شنو بغيتي، حاليا ما عرفتك شنو بغيتي، انا عارفك بغيتي الفلوس، لانه الوقت اللي كانوا عندك الفلوس ما كنتيش كتفكري في ولادك، الوقت اللي كانوا عندك الفلوس كنتي حب الانتقام باغا غتنتقمي ومكمله وغدا وغدا، وما كتقوليش ان شاء الله تبعتي، وكنتي كتكركري وكانوا كيخرجوا القنوات، تخرج من شتي الاسر، خوك العجيج، خوك العجيج اللي ما بقاش، وخرج درتي هاد الشوه اللي دار لك انه سيري وانتحري، قال لك انتحري قبل ما يبدل الشيطان راي ديالو، تبعتي غير هذه كافياك. ام مذلوله تابعينها امهات مذلولات عديمه الشرف، ما عندهم لا محس مسؤوليه لا انسانيه، حتى ولادهم غتلقاهم كيمشيو حفيانين، ما عندكمش حب لولادكم. لو كنتوا فعلا، لان من توصل بكم الدرجه يا المجرمات، السيده خسرت بنتها الاولى اللي هي يسرى، والان كتقولوا لها ردي البنت للمركز. القطيع السيده كتقول لكم غنخسر الثانيه، تيقولوا لي هذا دي البنت حقا، قال لك بنتها الصغيره. دابا ولاو هما تيعطيو لنفسهم الحق انهم هما اللي خصو يكونوا معاها، مع العلم انه نهار سالي الملف ديالها كل واحد غيمشي الله يعاونو، وغادوم ليها غير بنتها، وكتقول لها ردي بنتك، يعني زيدي كرهي بنتك فيك. داك الشيء اللي درتيه ليسرى راه حتى حاجه،
راه يسرى الا كرهاتك او الا عطاتك الثقه وبعدت منك، ويسرى هي اللي دارت لكم العصافه الرويضه. لان التنازلات كان حنا رحبنا بهم وقلنا لك التنازلات ما بين كذا وكذا، رغم ان بوكريشة صدمك. فدينتي شنو كيقول لك راسك حكا؟ راه انا راه السريعه غير نقول لها التنازلات غادي تجري، بوكريشة غادي تجري، حيت هما خايفين، حيت هذا الشيء اللي كيدخلوا لك ولاد الشحيبر وخرجوا عليك والان تخلاو عليك. سالات الحفله، هذا الشيء هو اللي كان عندك في عقلك، ولكن من خرجت السريعه وقالت لك ما كاين الا تنازلات لهم يحزنون. سيري كملي وسيري سعاي ولا دبري راسك، عقتي بالقلب. عاد قلتي ان هاد الناس كيفاش انهم الاخرين تيقولوا لي انه راه مشات وكذا، ولبنى كتخرج كتبورض عليا، اللي كيدعموها ابتسام نوفا كتخرج كتبورض عليا ما مسوقاش، الروباله كذلك، الروباله غير من طيبه قلبها. كمال فلوغيو النهار الاول كنت نقول لك غتندمي وهانتي وصلتي لكلامي. نهار فاش دخلت الملف ديالك نهار الاول قلت لك الا بغيتي بنتك تجيبي حقها سيري للقضاء، شداك لشي يوتيوب شهاد الشهره، غتخسري راسك وغتخسري وليداتك. ما عقتيش من قربتي تخسري بنتك الثانيه، عاد بدا كيطلع معك القالب، وكذلك الفلوس مشات. دابا وليتي فين ما فكرتي هذوك الفلوس، واحد 50 مليون مشات، عرفتي شنو هي 50 مليون؟ راه قيمه مشروع او لا قيمه دار، هي مدار حتى هو مشروع، فهمتي؟ كان امكانك انك ما توصليش كاع لهذا الشيء وغرقتي كريديات. القطيعه ديالك المتتبعين الحقيرين اللي كيتبعوك كيقول لك حقا ما حقا دي بنتك للاصلاحيه، ياك نتوما كنتو بغيتو هاد جمع الشمل ديالها ووليداتها، وان بنتها تتلقى سموم من لبنى السريعه ومن جداتها ومن اختها، ياك ديتوها للمركز وكذا باش انكم تصفيوا ليها دماغها باش تجي تشهد مع الام ديالها وتقول الحقيقه. فين هي هادشي اللي كنتو كتقولوا للمتابعين؟ تضربتوا بمقله وما صرطاش لكم ان الام تتقول لكم واجبي خاوي، باش تفهموا السيده قالت لكم بغيت الفلوس ما بقاش عندي الفلوس. وهادشي اللي مخلينا احنا الفعل، هادشي اللي مخلينا حنا اننا ولاد الناس. راه هادشي اللي وقعت اللي وصلتي ليها الام هو اللي كنا كنقولوا لك. كنا كنهاجموك ملي كنتي كديري الشكايات، ملي كتخرجوا ولاد شحيبر، انت مشيتي تثلث الاسر وانت وديك مولات القصوص وهذوك الاخرين، هذوك التابعات، ملي كتخرجي وكتقولي انه حنا عصابه السريعه تهدي السريعه، جوج مكالمات الله يعاون الله يعاون، فهمتي؟ ما كاين مازال ما تزادش انه اللي غيجي يقول لك دير شكايات القنوات. وبكريشة راه صيفط لك رسالة من لهيه. فكل واحد شنو تيقول؟ قالك السريعة تهددها. السيدة كتخرج في فيديوهات، اليوم خرجت في فيديو كتقول لك أنا ما عنديش ظروفي، الظروف أنت اللي صنعتيهم. أنت اللي تبعتي طريق المحاكم من وحي خيالك. ملف جبتيه من وحي خيالك، كنتي في الاول كتقولي غنربح زين المحارم وغنربح وغنخرج منتصره، مازال كتهضري على الورقه الرابحه والانتصار، هادشي ما فيهش الانتصار. الا كنتي راه اليوم انت اللي غتنتصري الا مشيتي جمعتي وليداتك قبل ما تفقديهم، وانت كتعترفي بها كتقولي بغيت نجمع ولادي قبل ما نخسرهم. لانه بكل صراحه انا ما فهمتكش واش بغيتي ولادك تجمعيهم، لان اللي كيبغي يجمع ولادو كيمشي كيدير داك الشيء اللي في مصلحه ولادو، الله يعاون الله يعاون، ولكن دائما كتهضري على الفلوس 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 الفلوس. اذا لو كان عندك الفلوس كملتي، اذا انت كذابه، لانه اللي كنعرف كيهمو ولادو واخا يكون عنده الفلوس كيمشي صافي، وفي الوقيته اللي كيكون عنده الفلوس هو اللي كيفكر لوليداتو، ولكن انت السبب الرئيسي هو الفلوس. واليوم بعد ما خرجوا عليك هما اللي كانوا تيقولوا لك شكايات، نتوما العصابه اللي كنتو كتقولوا ليها الشكايات ديري هذه زيدي هذه، ماشي حنا، حنا كنا تنقول لها ما ديريش الشكايات، سيري يهديك الله، سيا ودي سيري يهديك الله. وملي كديروا شكايات بلبنى وكنتو كتوهموها في التقديمات وكنت كنكون حاضر قدام المحكمه انها غتنزل السريعه، كانت لبنى كتم خارجه هي والاستاذ النوري تحيه كبيره ليه، كنتو كلكم كتصدموا وهي براسها كتصدم مجرد ما كتخرج من النيابه العامه وكتزيد توهموها ثاني. لا هذه المره عرفتي ما درناش واحد الحاجه، خاصنا دابا خاصنا نديروا شكايه ديال العقوق. دابا نتوما اللي كنتو كتدفعوها باش دير الشكايات، علاش الفلوس شكون اللي قاضاها ليها؟ حنا. علاش حنا كنا كنقول لها سيري ديري شكايات؟ الا كانت لبنى كدير شكايات دارتهم باش تدافع على راسها، حنا كنا كندافعوا كنقول لها يا العبده سيري سيري الله يهديك على راسك، حتى وصلت اليوم انها خسرت كل شيء. الاخوان
بزاف ديال الناس كيخرجوا كيقول لك الصلح تم التنازلات ودايرينها بيناتهم ولا تشحبر ما لقيتو ما ديرو. انت هذيك مولات الجلده الخنزه ما لقيتي ما ديري كتخرجي كتجبدي من جنبك تما وكذا، واليوم كتعترفي بالحقيقه. الحمد لله الا كان شي انتصار، انتصار القنوات المصداقيه اللي هي حنا. كاع داكشي اللي كنا كنقولوا اليوم تعترف به الام، نتوما اللي خرجتوا عليها. كاين مقاطع خطيره اعترفت بهم، خرجات خطيره انتحاريه. السيده كتقول لك ما تبعتش الكلام ديال الوالده وتبعت القنوات وخرجتوا عليها. السيده بين نارين، باغا ولادها وفي نفس الوقت تفكر القنوات، وبقى يفكر القنوات وخسري ولادك. ولاو يحرضوها على بنتها صغيره خسرات يسرى، بغاو يتخرجوا فاطمه من الزهره. لا حنا ماشي هكا. الا بغيتي بناتك هذيك راه بنتك هي اللي غتعيش معاك. حنا راه جامعين وليداتنا، كنقول لك الحقيقه، انا حنا جامعين وليداتنا هي المجرمين ديال ولاد شحيبر. كلكم جامعين وليداتكم. واخا بعض الاحيان استغرب لبعض الناس، ما عرفتش واش عندهم وليدات ولا ما عندهمش، يوم 4 فيديوهات في النهار ما كيديروا صورهم، الله اعلم. لا حول ساعد المكانه كيدي منك الفيديو تصوره وتمونطيه تصايبو بزاف د الامور. عرفت كيفاش كديروا ليها؟ العلم لله. فانتوما اللي خرجتوا على هاد السيده، انتوما اللي كنتوا كديروا شكايات تاخوا ليها البسطام، لان الشكايات تكلف فلوس. ياك اخوك العجيج كان تيقول لك وتيقول لي حنا القلاليش ان الشكايات الدار غير ب 40 درهم. حتى شفنا وعشنا وشفنا يا الزريويل، المصداقيه تبقى للقلاليش ولا السرباي. الشكايه تدار ب 40 درهم، شنو وراها؟ تدارها عند كاتب عمومي، ومن بعد خاصك اتعاب، خاصك تطلعوا هبط، خاصك خلي الصحه استنزاف الصحه، خلي بزاف د الامور. خرجتوا على السيده اليوم، اللي خاص يعرف المتابع الذكي والمغاربه الحرار والراي العام، ان هذا الشيء اللي داروا لك يا ودي يا سعاد، انا كنسميك، كانوا غيديروا ليه ديك رشيده الراسي، ولكن السيده خذت العبره منك. الموقع لها مشكل بسيط مع بنتها، كلهم مشاو عندها. الزريويل قال لها اولا شي دوك انا نجي عندك نعاونك دير الشكايه ببنتك. ها يا المجرمين، واش حنا اللي مشينا عند رشيد الراسي؟ نتوما اللي رجعتوا كلكم عند السيده وضرباتكم بمقله، تصالحت مع بنتي الله يعاونكم. كيما كانت بنتي غنسترها، وانا اللي غنوريها، وانا اللي غادي نحضنها، والصلاه على النبي. فاليوم اي واحد كيشوفنا وكيتفرج في هذه المواضيع، واللي غتكون عنده مشاكل قادمه او اللي يبغي يخرج مشكلته او لا شي حاجه اليوتيوب، يعرف ان كاين ولاد شحيبر غادي يدوروا به وغادي يخرجوا عليه وغيخدموا به، وفي الاخير غيوقع عليه اي وحده، اي عائله غيوقع لكم في حال سعاد. غادي تسنسر من الفلوس، غتولي تسعه وتقدر تخسر عائلتها ووليداتها وتشملها، هما راه ما تيهمهمش. كملي دابا نتوما كتقولوا كملوا، مشي معاكم انا تالخر، مشي مع على حسب العقليه ديالكم يا المجرمين يا العصابه يا مشتتين الاسر. لبنى مشات للحبس اسيدي، وصلتوا داك الشيء اللي بغيتو، شنو غتربح؟ ما تربح والو. كيفاش انتصار؟ غتقولوا هي هي هي، ما ربح حتى حاجه. مشات للحبس، غادي تشتت بناتها، بنتها غتشوف هذاك الشيء اللي دارت امها. مشات بكري شال الحبس، تابو كلشي مشى للحبس اسيدي بالتجاره في البشر، كلشي اسيدي. واش هذوك الاولاد بكلشي ماشي بواهم؟ غادي تخسري في كلتا الحالتين. اللهم خرجي باقل الاضرار، ولا كانوا تيهموك وليداتك، حيت حنا تنخدموا على وليداتنا، تيهمونا غير وليداتنا، فاكيد انا وليداتي قابله كل شيء. ما غنفكر لا في قناه لا في هذا لا في هذا، تنعرف انا حياتي. ولا كانوا متتبعين بزاف مجرمين وقاطع وقاطعين يدهم من رحمه الله، وانهم خرجوا عليك كانوا تيساندوك وكيشجعوك، واليوم كيقولوا لك سير دي بنتك، يديو بناتهم هما الاصلاحيه. نشوف ها سير دي، ولاو بغاو يصوروا لك حتى فاطمه الزهراء من بعد ما صوروا لك بنتك، وانت اللي خرجتي على راسك. انا غير تنقول لك شنو تيديروا في اليوتيوب، اما انت اللي درتي هذا الشيء بيدك، حتى واحد ما ضربك على يدك، راه تيقولوها لك حتى هما. بغاو يا دابا تخسري حتى فاطمه الزهراء، ولاو كيصوروها لك في واحد الصوره على انها تتحكم فيك وكذا وتضغط عليك، هذيك راه بنتها. خسرتي بنتك الاولى، بغا يخسروك حتى الثانيه، هادو مجرمين. اما حنا راه تنقول لك سيري جمعي وليداتك، وسيري الله يعاونك، وسيري قبل ما انك تهديك الطوموبيل، تهديك الديور دابا اللي تتصوري فيهم ما غيبقاوش عندك، فهمتي؟ ها هما تخلاو عليك. كان تيقول لك خوك العجيج غنوقف معاك، غندير وقف معاك. المهم الخوت،
اللي غنقدر نقول لكم من هذا الفيديو والاساسي في هذا الفيديو هو ان اي حاجه غيعرفها المتابع. طبعا كاين مستجدات جديده غادي نقولها لكم، هو انه تفاصيل بالضبط ما كايناش عندي، كاين غادي نعطيكم شنو كاين والخلاصه. الخرجه ديال الام اليوم لم تكن من فراغ، انه بغات تضغط بالقنوات، غادي يكونوا تنازلات بالقنوات وبزاف د الامور. حنا قلنا لك النهار الاول نحن نرحب بالصلح، نرحب بالتنازلات، ماشي حتى الصلح، التنازلات كل واحد يشتي قارو، لان انت اللي بديتي هذا الشيء وانت اللي خصك تساليه. هذا مكان ما بغيتيش تساليه كملي، بغيتي الناس يمشيوا للحبس وكذا وكذا ما كاينش مشكل، حتى انت غتنزلي. انا ما بغيتش نقول لك انه كاينه واحد الشكايه، ولهذه ما قد شي واحد يقولها، انا غادي نقولها لكم اليوم وسكوب، انه شكايه اللي انت خايفه منها وانت عارفه شنو فيها. شكايه اللي هي تكوين عصابه الكترونيه بمشاركة ديالك وللتجار في القاصر. هذا ما كان الخوت. المهم بزاف د القنوات كيقول تنازلات كذا، هادشي ما كاينش دابا لا تنازلات ولا هم يحزنون، كاينه مفاوضات اخرى، انه التنازلات ما كاينش فيها القنوات. اقتنعت هاد السيده انه ما كاينش القنوات، كنعطيكم دابا اللاصق، القنوات ما كاينش. اذا النهار الاول منين جيتي وهضرتي وكانت معكم الربله وكذا وقالوا لك يا ودي ديري التنازلات لك، كتبغي بنتك او لا باغي عائلتك تجمعي هذا الشيء وساليتي وتضربتي في جيبك، ديروا التنازلات بيني وبينك، ما تقولي لي لا يسرى دير القنوات لا والو. اليوم وصلت لهذ الفكره، وانه التنازلات يكونوا بينها وبين لبنى، صلاه على النبي. هذا الشيء هو اللي كاين، لم يتم حتى شي حاجه ما تمت الخوت الى حدود الان، فقط السيده ونقولها لك باش حتى شي واحد ما يخرج من القنوات ولا تخرجي انت ولا باقي، نتوما اللي كتطلبوه، نتوما اللي كتتصلوا وكتقولوا كذا وكذا وكذا. التنازلات كونوا بينك وبين لبنى، الصلاه على النبي. بغيتي مرحبا، ما بغيتيش الله يعاونك، هذا هو الطلب. فالنهار الاول باركنا لهذا الشيء، قلنا لك مرحبا، حنا ماشي مجرمين، حنا ماشي بغينا ليك الهلاك ولا، انت كتبقاي درتي ما خليتي ما درتي، وهذا الشيء وصلتي نفسك اللي وصلتي لهذا الشيء، لانك درتي يدك في يد عصابه الكترونيه وتاجرتي بنتك، والان باغين يخرجوا لك حتى على بنتك الصغيره، تيقول لك صيفطيها للمركز وتحملي انت الويزر ديال داك الشيء اللي غادي يجي. فانت تعرفي هذا هو اللي كاين الخوت حاليا. فعلا كان اتصال وكذلك كان فيه كلا قنوات لهم يحزنون بينك وبين لبنى، هذا ما كان. بغيتي مرحبا وانتم اللي تتصلوا، بغيتي مرحبا ما بغيتيش الله يعاون. وراه بوكريشا مازال يقول ما كاين لا تنازلات لهم يحزنون. بوكريشا منك ليه؟ حنا مازال ما عارفينش الراي ديالو. انا تنقل لكم المعلومه الخوت اللي كاين اللي وصلني، شي حاجه اخرى انا غير مسؤول عليها. انا باش نكون معكم صريح، بينك وبين لبنى شكايه بشكايه، انت فاهمه هذا ما كان. شي حاجه ولا تقولي القنوات ولا حقا ديروا لي كذا ولا كذا، ناهي ناهي زنديقي باش نجيك من الاخر. شحال من واحد تيدخل تيقول لي انت مالك انت سوقك، انا راه تنتقد، انا تنتقد، وهذا هو الراي ديالي كنقوله مع المتابع، والمتابع راه على راسي وعنده اراء ديالو في التعاليق، فكنتسنى الاراء ديالكم في التعاليق. هذا ما كان الخوت، تفاصيل ما قلتهاش لكم كامله لانه ما عنديش كامله، انا راه ما تنكذبش داكشي اللي كاين تنقولو. اي كان واحد اتصال الى حدود الان ما بقى لا قنوات لا والو، والسيده هي اللي باغا هادشي وباغا تجمع هادشي. هي كتقول لك، هي كتقول الخوت ماشي انا، انه بغيت نجمع وليداتي نمشي في حالي، وراك شفتوا الفيديو اللي خرجت به، ما تلومونيش، مازال ما تم لا التنازل حتى شي حاجه، ما كايناش رسميه لا كانت شي حاجه رسميه. انا راه غنخرج اي حاجه، انا راه قناتي ومصداقيتي راه فوق كل شيء، ولكن ماشي بظلم الانسان وماشي نجبد من جنابي. فعلا كاين تواصل، وهشنو كاين بدون قنوات بدون كذا، شكايه بشكايه باش نجيك من الاخر. مستجدات جديده غادي نقولها لكم، والله ما نخبي عليكم شي حاجه، لان نتوما بيكم حنا كاينين، نتوما كتاكلوا العصا
وانا ما نبغيهاش. داكشي كنبغي راسي نبغيه لكم حتى نتوما. ما نبغيش نكون انا زي الاطرش في الزفه وحتى نتوما تكونوا زي الاطرش في الزفه. وداكشي اللي كاين غنقول لكم، تحياتي لكم. هذا مكان، الى فيديو قادم، دمتم في رعايه الله وحفظه.